واحد بيحكي لي قال أكان زول ساي فاك في الدنيا دي فاك في أي شيء أمور كلها جايطة. قال بس جيت داير أقرأ القرآن، قلت الليلة أشوف أنا أول آيات بقرأ شنو داير يتخرج من الهفي وده. قال فتحت المصحف أول آية قابلتني قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. من اليوم ده قال خليت أي حاجة. الفضيل بن عياض كان لص حرام أسا مش كتب الفقه دي كلها يقول لك قال الفضيل بن عياض والزهد يقول لك قال الفضيل بن عياض ورواية الحديث روى الفضيل بن عياض كان لصا وكان الناس يخوفون أبنائهم بالفضيل. الواحد ولده كان ما داري ينوم تقول له نوم ولا نادي لك الفضيل لسه كويس بخوفون بالفضيل. يوم من الأيام داري تلف على بيت بتاع واحد داري يسرقه طلع في الحيطة كده فوق قال سمع اثنين بيتكلموا قال له قم بنا قبل أن يأتي الفضيل. قم قال أنا اتخارج يا أخي الفضيل ده هسه بيجي والفضيل بيسمع فيهم. مرق من البيت ده مشى بيت تاني قال صعد على الجدار قال فسمع رجلا يتلو ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أول ما سمع الآية ألم يأني قال لقد آن تمام. ونحن عندنا آن وقت الأذان. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.